تمام، حضرتك كشفت بقى على الحالة واكتشفت ان ده حول حقيقي وما ينفعلوش نظارة وملوش غير عملية. هل العملية وقتها اجباري ولا في حل تاني غير العملية ممكن الاهل يلجأوا له؟ للأسف الشديد لا، ما يعني احنا في الطب موضوع الاختيار هنا يبقى صعب. يعني زي بروح للدكتور كده، انا عندي نوع شكل من اشكال الحمى، وبقول له انت محتاج المضاد الحيوي ده، فيقول لي لا انا مش عايز المضاد الحيوي ده، ما تديني واحد تاني طعمه احلى مثلا، او ما ينفعش. يعني هو بيبقى دكتور طبيعي طالما شخص المشكله وده العلاج بتاعها، فما ينفعش ان انا اغير ده هو الا ما قل يعني. لكن في الاغلب بيبقى العلاج اللي بتوصف هو المشكله. احنا يعني لما يكون الطفل عنده حول، والحول ده نتيجه العضلات، يعني عضلات بتدخل العين لجوه، فبيبقى الحل الوحيد هو الجراحه. والجراحه في الحاله دي ان انا بعدل العين. فانا شبهها لو ايديا متنيه كده، ورحت للدكتور العظم وقلت له ده ابني اتولد ايديه متنيه، يعني طب ينفع نديله مرهم؟ يعني اكيد لا. طب ينفع نعمل له علاج طبيعي من ايديه متنيه؟ طب ينفع؟ وهكذا. الحل الوحيد هو الجراحه. فانا لما بيكون في حاجه هنعملها في علاج الحول، سواء هما الحاجات مش كتير، هو يا نضاره يا عمليه، يا نضاره يا عمليه، برضه ده حسب الكشف. يعني انا مش اختيار، يا نضاره يا اما عمليه، مش او، في فرق بين او عمليه او اما عمليه. يا اما في ضعف نظر محتاج نضاره، البسه نضاره يقوم الحول يتصلح، ده بيبان بالكشف عليه، او ان هو نظره كويس 6/6 مش محتاج نضاره، في الحاله دي انا محتاج ان انا اعمله عمليه. لكن مش اختيار خالص.